السلام عليكم. عليكم السلام. وينو الكلب تبعي؟ ايش فيك؟ اي كلب؟ الكلب تبعي وينو؟ اللي حاطه بالسيارة كنه؟ مو معقول انك تتأملوا على شيء، مين اخذه يعني محطوط بالسيارة من امتى؟ هلا خطركم تشيلوا، مين شاله؟ هلا بدي اياه للكلب. وانت حضرتك حاطط كلب في السيارة؟ ايه حاطط كلب بالسيارة. هذا كاتم اسراري ورفيقي وما بستغني عنه، وينو مين اخذه؟ هدي اعصابك. تفضل استريح خليني قاعد اتكلم. لا ما بستريح ولا بهدا لحتى اعرف الكلب تبعي وينه. الكلب عندي انا، استريح خليني اتكلم. هات اعطيني اياه. حاضرين، يود. هذا الكلب. ها؟ في شيء؟ حدا عضه شيء؟ لا لا يعيش بعد، جلس. هات لنشوف. شوف يا ابو جانتي. راح يطلع معاك سواق ثاني في السيارة. بالله شو؟ يعني بركبه بحضني انا بسوق انا وياه ولا بركبني بحضنه هو بسوق؟ ولا هو بيلم الغلة وانا بكبس العداد وانا بدعس بنزين وبدعس فرام، انا بحط حزام الامان وبنادي اجميرة برشا ورقر رجدي يا مسجد وي كم تو يو اي. شوف يا بجانتي، بصراحة ما يصير السيارة توقف ليل ونهار، يعني انت يوم ترتاح لازم السيارة تشتغل. بس ما هيك كان الاتفاق من الاول؟ صحيح، بس انا ما اقدر اخلي سيارتك مميزة عن باقي السيارة واخليها واقفة، لان هذا قرار من المدير. تبغي تشوف القرار؟ لا معلم ما في داعي، رسالتك وصلت. السيارة سيارتكم وانتو احرار فيها، وانا راح اخذ كلبي واحمل حالي وامشي. قوم لقدكم. خلص بقى بدك ضلك بارين بوزك هيك؟ والله مو الحق علي، هني بالغلط شالوه، بس انا ما بستغني عنك. لك انت صاحبي الوحيد اللي قدمني، والله لا تزعل. لك انا اللي برشك بالورد برشه بالنار، صاحبي صاحب انا وانت بتعرف. يلا اضحك لك، اضحك اضحك لك، اضحك اضحك ضحكك حلو خلي يبان السن عيني. لك خليك مثل القصب كل ما عتك بيحن. يسلموا. يا ابو الشباب لو سمحت. ايوه مالي طالب فول. ايوه مالي طالب فول. ما عرف طالب فول ليش هاي فول؟ تفضل. ايوه والله فول هاد، انت شو طالب؟ كباب. كباب؟ دبر حالك بهي، الفول اطيب من الكباب. حبيبي انا طالب كباب، خذها ولو سمحت جيب لي الاوردر تبعي. طول بالك ما تعصب علينا، بس ما نعرف لمين هاي. ايوه تذكرت اعطيني الفاتوره. ايوه هذا هو.